سانتيني يلعب ما عنده ما يخسر ريانا بيردر توتا غاني يلعب 90 دقيقة من النار يلعب 90 دقيقة بذكريات انتصاراته خارج أرضه هذا السيزون فاز في غامبيا على غامتيل 1-0 فاز على الفيبرس الأوغندي في كامبالا 2-0 وانتصر في سوسة على أفريقي 1-0 وتعادل في الإسماعيلية 1-1 من الدرويش وخسارته الوحيدة كانت في آخر تنقل لأمبومباتشي ضد تو بويسون مازمبي. هذه صورة رادس، هذه أجواء قسنطينة والترجي في الديربي وملتقانا بعد الفاصل. أصدقائي المشاهدين متتبعي بي سبورتس تحياتنا من جديد من خلال صافرة القاضي المغربي نور الدين الجعفري ينطلق لقاء رادس لقاء إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019 الترجي الرياضي التونسي يستضيف فريق شباب قسنطينة إليكم تشكيلة الفريقين بعدا بالفريق الجار نادي قسنطينة لحراسة المرمى في غياب المصاب الرحماني شارل لاباس حارس مرمى حسام ليمان رقم 3 حسين بن عيادة رقم 28 صار ياسين الصالحي ثم عندنا 23 ناصر الدين الزعلاني اكسيال معاه هو الشحرور رقم 17 بن شريفيه رقم 22 صاحب هدف في الذهاب محمد نسيميتو رقم 8 فؤاد حداد الهجوم عبد النور بالخير 11 جابوت و24 الكونغولي باهامبولا اللي كان لعب ايضا في الدوري الفرنسي والدوري الروماني الترجي الرياضي التونسي بقياده معين الشعباني هو في مجدي التراوي عثمان النجار والناصر شوشان لحرس المرمى الترجي يستعمل اليوم رامي جريدي رقم 28 على اليمين محمد امين المسكيني على اليسار ايمن بن محمد ذوادي يعقوبي في اللاكس كوليبالي شعلالي وسط الميدان بكير صنع العاب وبالتالي التوجه هجومي بالتخلي على فرانكوم بدري على اليمين بليلي على اليسار وخنيسي لاتاكون اليوم البونتا للترجي التونسي تقريب هي تشكيله مباراه الفينال مع دربالي طبعا على اليمين وجود الكابتن والشمام ولكن اعتقد في شكل تركيبه وسط الميدان في غياب قوم اللي موجود على الدكه مع لوكوزا هيثم الجويني وموجود ايضا دربالي كخيار في البنك تنطلق المباراه مباراه الديربي مباراه الاجوار الترجي التونسي والشباب قسنطينه والانطلاقه قسنطينيه ترجع الكره عن طريق الفيل يلعب ليفواري كولي كنا في الشوط الثاني مستوى كوره ممتاز من الاجوار في لقاء الشهيد حملاوي اليوم في اولمبي رادس الترجي والشباب من اجل تاكيد السمعه الجيده والطيبه للكره المغاربيه ترجع كره ترجيه بريسينج ضغط عالي كره القدام من الترجي التونسي طالع البلوك بالنسبة للمدرب دينيس لافان اللي كان ربح كاس تونس مع النجم الرياضي الساحلي والكرة تخرج تماس من اللاعب 23 من اللاعب الزعلاني نصر الدين ترجع كرة لفريق شباب قسنطينة ترجع كرة ترجية انطلاقة مهمة والهدف الأول مهم جدا ينطلق يوسف البلالي في فورمة كبيرة يوسف اللي سجل ضد قسنطينة بمريول وهران ثم بقميص لويسما ثم بألوان الترجي الأسبوع الفايت من ضربة جزاء ترجع الكرة الترجية كرة تونس وسط الميدان تلعب الكره من اليعقوبي فورمه كبيره سوبر فورمه الدالي يلعب الشموت حط الكره على اليمين عن طريق المسكيني مسكيني كولي كولي من مسكيني والكره للترجي الرياضي التونسي ترجع الكره للترجي الرياضي ترجي تاريخيا تاهل ثلاث مرات قدام الانديه الجزائريه عام 86 ضد الجيت شباب الكترونيك تزي وزو حاليا هي شبيبه القبائل عام 94 على الحمراوه مولدي وهران يوم الضباب في تلمسان 2013 على جي اس ام بي بينما خرجنا مرتين في 89 من وهران و2016 من الموب مولودي بجاية لانطلاق المباراه ديربيات تونس والجزائر دائما مثيره وديربيات الترجي
ضد الأجوار كانت دائما تتسم بالقوة والسوسبانس واللعب لآخر لحظة. كورة من بكير ينطلق الهجوم والحكم يقول خطأ لفريق الترجي الرياضي التونسي ويعادل التماس. سنتثبت من الأمر دقيقتين في اللعبة دقيقتين في الكورة. دور السعد بكير مهم جدا اليوم في صناعة اللعب. ترجع كورة ساقطة من اثنين وترجع بالفير بلاي للفريق الجزائري قسنطينة متجهة في مناطق الترجي ليعقوبي لرامي الجريدي. كورة من رامي يرجع الساسي رامي تقريب كان الحارس الأساسي في خمسة من سبع مباريات في دوري أبطال 2019. معز كان الحارس في مباراة بلاتينيوم ومباراة الذهاب في الحملاوي. وترجع الكرة عن طريق البدري أنيس البدري هداف النسخة الماضية بثمانية أهداف سجل لحد الآن زوز أهداف في هذه الدورة. الدورة اللي وصلت لمبتغاها ولآخر أوراقها وآخر أدوارها النصف النهائي لو دو بويسون مازيمبي ينتظر المتأهل من الترجي والشباب وماميلودي سان داونز ينتظر المتأهل من الوداد وحورية. ترجع كرة ضغط من الترجي كوليبالي صعوبات في إخراج الكرة يمشي كولي لسعد بقير وبقير البدري كرة من المسكيني لاعب جوكر لاعب وسط ميدان لاعب ظهير يمين لاعب مستقبل كبير في الترجي التونسي اللاعب القادم من النادي الرياضي لحمام لانف وقائد المنتخب الأولمبي محمد أمين المسكيني. رغم العودة التدريجية لسامح الدربالي من الإصابة ورغم انه اللاعب ايهاب المباركي لاباس ولكن كوتش معين يواصل الاختيار والاعتماد على المسكيني في الرواق الايمن. كرة ترجية اختير من بكير يمشي بكير لكن مكشوفه ترجع مره اخرى يضغط الترجي في البدايات. ترجي اللي تحسنت ارقامه في اخر مبارياته بالتسجيل في اول ربع ساعه هدف في اول ربع ساعه في نهائي السوبر التونسي ضد السيابي هدف البدري ثم هدف في استاد الشهيد الحملاوي هدف بينالتي البلالي ضد الفريق الجزائري القسنطيني. قسنطينة المالوف قسنطينة عاصمة للإسلام قسنطينة الجسور المعلقة وقسنطينة كرة القدم من خلال أحد أقدم الفرق في التاريخ الإفريقي والعربي الشباب القسنطيني المشهور بلقب السنافر. فريق ربح الدوري مرتين في 97 و 2018 ولأول مرة يلعب الربع نهائي في دوري أبطال أفريقيا. ترجع كرة للترجي كوليبالي يمشي كولي في وسط الميدان الفيل الإيفواري كوليبالي كرة عن طريق شامو شمس الدين الذوادي سعد بقير سعد بقير رجل النهايات يرجع بالكرة سعد بقير سجل زوز أهداف في نهائي الإسكندرية على الصعيد العربي زوز أهداف في نهائي الريمونتادا التاريخية على الأهلي في نهائي الشامبيونز ليج دوري وأبطال أفريقيا كأس المئوية وسجل هدف للملعب الجيبسي اصطيد وقتها في كوب تونس في الفينال ضد النجمة الساحلية. أهداف النهايات بامتياز سعد بقير. خمسة دقائق لعب في الشوط الأول والكرة خطيرة يهرب فيها اللاعب الكونغولي باهامبولا يبعث خطيرة يدخل منطقة الجزاء صعبة وبرافو دفاع من اليعقوبي اليعقوبي واصل التألق والمدافع الأيسر يلزم يرد باله أيمن بن محمد. صارت إشكاليات على المستوى الدفاعي في المباراة الأخيرة الجهة اليسرى من جهة أيمن بن محمد. شفنا الرجاء ثم شفنا السيابي في السوبر التونسي ثم قسنطينة يركزوا برشا على جهة بن محمد اللي نعرفوه في الأصل هو متوسط ميدان جناح هجومي. الكرة ترجع مرة أخرى ترجي عن طريق كوليبالي. ستة دقائق في اللعبة ستة دقائق من كرة الديربي 70 ديربي بين تونس والجزائر في أندية إفريقيا والتفوق تونسي بالدوبل 34 انتصار تونسي مقابل 17 فوز جزائري و19 تعادل. ستة ديربيات فقط تونسية جزائرية خلصت 0-0 دائما سمة هذا الديربي التونسي الجزائري الأهداف. الترجي تاريخيا في المواجهات الافريقيه 11 مباراه في تونس ضد الانديه الجزائريه ربح ثمانيه وتعادل اثنين وخسر واحده مع معطى انه في ال 11 ماتش الاولاد ماركاو سجلوا بمختلف الاجيال وبتعدد الذكريات. اول لقاء افريقي للترجي ضد الاشقاء كان 86 وهدف حسن فدو يرشح الترجي على جروند ايكيب وقتها نتاع الجات الكترونيك تزي وزو صدمه لرباس بحبوح مناد وعلي فرقاني والكره ترجع ترجيه بن محمد
هات الكرة، أجواء كبيرة في استاد رادس، الكل يتطلع وينتظر، المباراة حذرة. كرة تمشي في البداية عن طريق البدري، كرة من أنيس البدري، الصراع الثنائي باش تسيطر اليوم على المباراة مثل الصراع التكتيكي ومثل الصراع البدني، والكرة تمشي من بكير، سعد بكير، ضغط عالي من الفريق القسنطيني، ترجع الكرة مرة أخرى. كرة لفريق الترجي به برشا من الشعلالي، الشعلالي استعاد فورمته في آخر المباريات، كان نجم المباراة الأول في رأيي في استاد الشهيد حملاوي السبت اللي فات. كرة للترجي الرياضي بن محمد، يلعب الكرة ويربح توش، تماس للترجي الرياضي. 7 دقائق لعب في الشوط الأول، الترجي يتقدم 3-2 بمحصلة الذهاب. الآن في رادس في اللايف في المباشر، ما زالت 0-0، ديربي الخوا، قسنطينة، الترجي الرياضي التونسي. كرة من المسكيني، كرة من نامين المسكيني. الوصول للنصف النهائي قد يكون رقم 12 في تاريخ دوري أبطال أفريقيا للمكشخة، وفي المركز الثاني قارياً بعد الاهلي المصري 15 و12 دومي فينال القادمه الجايه رقم 12 لو تو بويسون مازيمبيلي تال اليوم على السيمبا التنزاني. نرجع الكره للفريق الجزائري، حذر المرتدات، افتقاد الكره وسط الميدان واللعب على المرتده هذه، حذاري. سنرى هذا الاعتماد من معين الشعباني على القوه الهجوميه، ستنجح ام لا باعتبار ممكن وجهات النظر تختلف. هناك من يرى انه مباراة مثل هذه 3-2 ما تحسمتش، ما زالت في التيران، انه ممكن تلعب بالثنائي التقليدي كولي وكوم والشعلالي قدامهم كيما سيناريو ماتش حملاوي، او ان الخطة اللي فرضتها الورقة على كوم في ماتش 9 نوفمبر الاسطوري التاريخي ستكون مرة اخرى بفعل السحر للترجي التونسي متصدر الدوري التونسي، 6 نقاط على السي اس اس و7 على النجمة. ترجع كرة مسكيني، يمشي من المسكيني، مسكيني تحط الكرة، سعد بكير، كرة ثالثة يخسرها السعد. في هذه البداية البلايلي تحت الضغط، الفريق الجزائري، البلايلي بروح الإصرار، يرجع يبريسي سعد بقير، والكرة في الدفاع الجزائري بصعوبات، يمشي بالكرة الشحرور، إسلام شحرور، كرة ترجع مرة أخرى للفريق القسنطيني، حذاري منهم عنده ما يخسر، يلعب الكرة الصالحي ياسين، والكرة تدور مليح لفريق قسنطينة الشباب عن طريق باهمبولا، باهمبولا يمشي ديلان، ديلان باهمبولا، جر الكرة، التوزيع والدفاع، بين دفاع ممتاز من بن محمد، والكرة في التماس للقسنطيني، الديربي يبقى ديربي. 10 دقائق لعب في الشوط الأول، لفريق يعرف يسافر خارج الديار، فريق السنافر الشباب القسنطيني. الترجي في آخر 8 مباريات عمل كلين شيت 1، وهنا كرة خطيرة والدفاع كانت صعبة لدفاعات الترجي الرياضي. قلت آخر 8 مباريات رجع مشكل الدفاع، الفريق قبل في 7 من ماتشاته 8 الأخرى، ولكن في المقابل الأتاكي طمن يبشر بالخير في آخر 12 ماتش بكل المسابقات أتاك الترجي نال من مرمى المنافسين. حذاري بداية قسنطينية، هو تفوق قسنطيني في هذه اللحظات. الشباب في الأتاك مهمة جدا، المباراة في بدايتها في اللونتام وأهم في الهدف الأول. ترجع الكرة لفريق الترجي الرياضي التونسي، أكثر من 3000 من عشاق الشباب القسنطيني عملوا التحول للعاصمة تونس لمنصرة فريقهم النادي السنافر شبيبة قسنطينة. الكرة ترجع للترجي، قسنطينة هو الفريق رقم 12 الجزائري اللي يلعب له الترجي في كل المسابقات، ورقم 9 على المستوى القاري الافريقي بعد الجيت، فريق القبائل، مولدية واران، اتحاد العاصمة، الوفاق الصيفي، الشناوة المولودية، جمعية الشلفا والشلف، جي اس ام بي، والموب مولدية بجاية. قسنطينة 9 فريق يقابله الترجي افريقيا من الجزائر، مع مغاربيا العب ضد السي ار بي اللي هي حاليا بالوزداد ورائد القبة في السبعينيات، والعب عربيا ضد اتحاد البليده فريق عاصمه الورود.
درجة كورة لبهامبولا. البداية الصعبة للترجي الرياضي وبداية متميزة للفريق الجزائري. قسنطينة في الاتاك تمشي الكرة والانطلاق صعبة جدا. وبرافو برافو المسكيني مرة أولى، ترجع له مرة ثانية المسكيني تحت الضغط، الضغط العالي من الفريق القسنطيني. وتمشي كرة عن طريق البلايلي، كرة من يوسف البلايلي، روح الإصرار تعطي الأفضلية في الخضر. كرة للخضورة كما ينادون عشاق نادي قسنطينة. ترجع الكرة للشباب، الشباب بادي المباراة أحسن. رقم 20 إسلام شحرور، شحرور والكرة طويلة، درجة خطيرة بالراس يعقوبي بامتياز والتماس قسنطيني جزائري. ديربي مولع، هذا هو عبد النور بالخير اللي سجل هدف الانتصار في أولمبيسوس على الإفريقي. محاولة ردة الفعل للفريق القسنطيني بعد ما خسر مبارياته الثلاثة الأخيرة في الشامبيونز ليج، 1-0 ضد الافريقي في ملعبه، ثم 2-0 في لوبومباتشي ضد لوتو بويسون مازمبي، و 3-2 السبت اللي فات في ليلة الشهيد حملاوي للترجي الرياضي. نرجع كرة من الذوادي، كرة مرة أخرى للشباب قسنطينة بعد 13 دقيقة لعب في الشوط الأول، سكور 7-0 والأفضلية للخضر. ترجع الكرة عن طريق جابوت، جابوت يلعب الكرة في وسط الميدان، يلعب فؤاد حداد، فؤاد حداد ترجع الكرة للصالحي، يلعب الكرة الصالحي والتراجي في الدفاع وبين دفاع كولي، ترجع في اليمين عن طريق مسكيني، رامي جريد يلعب مليح بسقيه، يرجع الكرة رامي كولي مالي، تمشي كرة كولي، سعد بقير، سعد بقير ويخرج كرة ولكن كانت طويلة وبعيدة على الهجوم الترجي من أنيس البدري. البدري يمشي اليسار، يجي البلايلي في الكولوار اليمين، وأغنيسي بونتا ووراه سعد بقير اللي في الفترة الأخرى من الفينال الشهير متاع الأهلي صار لاعب يجي من الخلف الخنيسي يخدم له الخدمة ويحلوا الثغرات، وكأنه مهاجم ثاني يدخل من الخلف وسجل برشا أهداف بهذه الطريقة. سعد بقير على أجواء كبيرة في استاد رادس الأولمبي، والجمهور الخضورة يسمع صوته، والكرة ترجع عن طريق الشباب القسنطيني. خطيرة جدا، حذاري، كرة صعبة، التوغل والدفاع وخطا للترجي الرياضي. كانت صعبة من الجهة اليمنى عن طريق 17 متوسط ميدان أمامك الكابيتانو بن شريفية. هذه هي الكرة، خطأ موجود واضح للمسكيني يستفيد منه الترجي. ربع ساعة تعدات 0-0، ما دخلناش كما يلزم في ديربي الربع النهائي هنا في استاد رادس. الترجي يلزم ينسى افونتاج الذهاب، يلزم ينسى 3-2 في الذهاب. تمشي كرة ملعبة طويلة، يلزم يلعب الماتش كأنه ماتش وحده. ترجع كرة للشباب قسنطينة، مباراة ماتش تكون سهلة، هو ديربي ماهو سهل بالكل. 9 ملاعبية سجلوا من أولاد الترجي في دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019، معاهم لاعب 10 هدف ضد مرماه اون جول، هو الغيني لاعب هورويا، هورويا الغيني الكوناكري، اللاعب ماريوس. ترجع كرة طويلة خطيرة والحارس رامي جريدي. ترجي في هذا الموسم الافريقي على ارضه ربح بنفس سكور 2-0 في مباراته الثلاثة، 2-0 على اف سي بلاتينيوم، 2-0 على قراصنة الجنوب اورلاندو بيرات، ومثله 2-0 اخر ماتشاته في رادس على فريق حورية كوناكري. ترجع الكرة من الدفاع الجزائري، يضغط البدري، يطلع المسكيني، مراوغة ممتازة، يتعدى اللاعب رقم 22 ياسين الصالحي، ياسين الصالحي وكولي. ترجي تقريب في سيناريو مباراة حورية، نفس البداية الصعبة مع البلوك اللي طلعه المدرب دونيس لافا لفريق الشباب القسنطيني. ترجع كرة في الوسط عن طريق الشعلالي، الشعلالي طلع كرة مسكيني. ترجي لازم يهاجم، قلت لازم ينسى سكور لالي، والكرة ترجع طريق البلايلي، يمشي البلايلي، ترجي لازم يفرض ريتمو كثوب بطل افريقيا ومرشح للقب مع سان داونز ومازنبي وممكن الارجح الوداد على حورية. ترجع شعلالي غيلان، غيلان شمو، كرة مسكيني، يمشي مسكيني للترجي التونسي، غيلان شعلالي، غيلان
ليفواري كوليبالي، كوليبالي غيلان، والكرة وسط ميدان الترجي تحت الضغط من وسط ميدان، يدافع بشراسة من الخضر. مسكيني غيلان الشعلالي للترجي التونسي، كرة ممتازة يلعب سعد بقير، سعد بقير الترجي قادر على التهديف، يلزم يفرض لونه وإيقاعه في المباراة هذه خاصة في البداية. الهدف الأول قلت مهم جدا من الناحية المعنوية ومن ناحية تسيير الماتش. كرة عن طريق ليعقوبي، ليعقوبي بعيد عن المسكيني وتوش لفريق دينيس لافان اللي ما زال يتأمل في الريمونتادا. هل سنفعل في الترجي ما فعله مانشستر في البارك دي برانس ضد بي جي؟ واليوم اخر تصريحاته كان صرح للصحافه الجزائريه انه الفريق اذا يعاود مستواه الشوط الثاني اللي لعبه في الشهيد حملاوي في استادو انه قادر على الاطاحه بالترجي والعوده في الديربي. خارجه من كولي، الترجي احسن شويه في اخر دقيقتين، يشد الكره، خارجه الكره من يوسف البلايلي، يوسف البلايلي ينزل ديما لوسط الميدان باش ياخذ كره، دليل انه الكره ماهيش مسرحه، ماهيش قاعده توصل قدام. يمشي الترجي التونسي، الفريق الجزائري بشكل دفاعي ممتاز، والكره ترجع في التماس لفريق العاصمه تونس الترجي الرياضي. كره للترجي، الترجي سجل 12 هدف في هذا الموسم الافريقي، توزيعها كان 5 عن الشوط الأول و 7 في الشوط الثاني، مع معلومة مهمة جدا اسمع مليح، من الـ 12 هدف الإفريقي هذا الموسم للترجي الرياضي التونسي، فما 5 في آخر ربع ساعة، هذا دليل على قوة الشخصية والفريشور، على المستوى البدني والذهني حتى. هنا خطأ ضد طه ياسين الخنيسي، أكثر لاعب تسجيل وصناعة الأهداف للترجي الرياضي في العشرية الأخيرة، 79 هدف مقابل 78 للدبابة النيجيرية مايكل إنرامو. إصابة إن شاء الله لاباس بالنسبة للاعب الشباب القسنطيني، إن شاء الله لاباس. الترجي الرياضي التونسي على أرضه ضد الأشقاء وضد الأجوار، كان في عام 86 ربح الجات 1-0 حسن فدو، عام 89 فاز 3-2 على فريق مولدية وهران، 94 ربح 3-1 في الشادي زويتن مولدية وهران، 2003 2-0 لو اسما، 2004 2-1 لو اسما، ثم كان في 2010 أول مرة ما ربحش الترجي فريق جزائري في رادس في أرضه في العاصمة تونس لما أجبر على التعادل من وفاق الصطيفي 2-2، ثم رجع وسجل أكبر انتصار في الديربي 4-0 على الام سي 2011 هاتريك جوزيف يانيك نيانغ وهدف المساعد الحالي الان لفريق الترجي مجد التراوي. ثم 2012 سيناريو مثير جدا، مباراه الظهور الاول ليوسف البلايلي ضد الشلف، وفي الترجي خاسر 2-1، يدخل البلايلي يسجل اسيست للتعادل او للانتصار وقبلها جاب بينالتي. تقريبا دخل في دقيقة 77 في ربع ساعة قلب اللعبة، وقتها البلايلي الجزائري اللي من أول ظهور ليه كان لافت للأنظار مع الترجي الرياضي. 2013 الفوز الصعب على فريق شباب جاية 1-0، ثم 2014 موعد مع التاريخ، الوفاق الصيفي ينتصر في استاد هذا 2-1 كفوز وحيد للأندية الجزائرية على الترجي التونسي في تونس على الصعيد الأفريقي. اخر مباراه شهدت اقصاء الترجي ضد فريق مولديه بجايه بعد التعادل الايجابي 1-1 في رادس بعد 0-0 في الجزائر، وبالتالي اخر مباريات فريق الترجي لقى برشا صعوبات ضد انديه الجار. هنا كره ممتازه والانطلاقه ترجع عن طريق يوسف البلايلي، يحاول البلايلي يتفوق الدفاع عن طريق بن عياده، والكره من باهمبولا، باهمبولا ويوسف البلايلي، البلايلي كره للترجي الرياضي حايره محتاره، وفي الاخير تختار من تختار الخضر، يمشي بالكره فريق الشباب قسنطيني تحت الضغط كمل معاه، والكره بعيده من الحارس حسام ليمان حارس الاحتياط بعد اصابه رحماني، والكره الترجي يطلع رتم المباراه، يطلع رتم الترجي وفي خطا. وينك يا سعد؟ وينك يا سعد؟ وينك يا بقير؟ وينك يا سعد؟ دير يا بقير. صدق او لا تصدق، الترجي الرياضي التونسي ما ماركاش مخالفه مباشره لا محليا ولا قاريا ولا دوليا منذ هدف الفينال ضد الفيصلي ضد نشام الاردن وهدف سعد بقير في استاد الاسكندريه. ان شاء الله يشوت سعد المره هذه لانه برشا كرات ثابته في هذا الموقع
دائما يحب يشوت البلالي، لكن البلالي يلزم في بعض الاوقات تبادل الادوار. فما السعد يشوت مليح، وفما ايضا البدري يشوت مليح. الهدري لماذا لا يتكفل ايضا انيس البدري بمثل هذه الكرات القريبه من مرمى الحارس حسام ليمان. بليلي بدري وبقير، التريبل بي، الثالوث بالباء، البي والبي والبي، والترجي من اجل 1-0 في الديربي. دور على الطريق سعد بقير، باه بليلي يبعد، يمشي سعد بقير، سعد يا سعد، وكره من بقير. 22 دقيقة لعب في الشوط الأول، الترجي قسنطينة 0-0. أكاد أقول 1-0 يا ليمان. حسام في وضعية صعبة، وبقير محاولة هز الشباك مع أجواء كبيرة في رادس تحت تحية الأنصار وتشجيع المشجعين المتيمين بالحمراء والصفراء. هي بقير 22 دقيقة لعب في الشوط الأول، تقريب 20 شهر الترجي ما مركاش بكرة ثابتة. يا بقير يمشي سعد بقير، يمشي سعد بقير، حط الكرة هدف اهوش الجول اهوش، 1-0 سعد بقير، اهوش الجول اهو، قولها 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 يا شوالي قولها، 1-0 سعد بقير بعد 20 شهر. لذلك طلبت استبعد البلالي، ابعد يا بلالي، ايش يا بكير، تير يا بكير، تير تير يا بكير، تير. كرة ولا اروع، سعد بكير يفتح بوابة التسجيل. كرة تزغرت في الشباك، هاني جيتك، كرة داخلة للجول، هاني جيتك. 1-0 عن طريق سعد بقير، عالمي يا سعد، عالمي يا سعد. 1-0 للترجي الرياضي التونسي. الترجي يقترب من الدورة النهائية رقم 15 في تاريخ بطولات افريقيا، و12 يا كبير في تاريخ الكبيرة دوري الابطال. 1-0 سعد بقير. ترجع الكرة، حتى انتم تعبتوني يا سعد في الارشيف، نتذكر عندها فترة ما فماش كوفرون ديريكت، اجبد الارشيف وعيني تنقبت باليوتيوب، ما مشاتش حرام يا سعد، مش حرام فيك وخسارة فيك يا بقير. 1-0 للترجي العتيد عن طريق سعد بقير. لعبة أخرى الأولاد تسرحوا، شخصيا أنا حتى أنا تسرحت لأنه الديربي ديربي ونخاف منه قسنطينة. والكرة ترجع مرة أخرى لفريق الشباب. الآن سيناريو في صالح الترجي، وكما ذكرتها في البدايات والعبرة بالخواتيم قلت لك كأني أرى سيناريو نادي حورية. ترجي بدا اونتام صعيب شوية، عطى المجال تحت الضغط للفريق الجزائري، اوكي فماش فرص لكن عندهم الكرة يقلقوا يخوفوا، وفي الأخير الكرة الثابتة تصنع الفارق. 1-0 عن طريق سعد بقير. أجواء كبيرة في استاد القمة في رادس. الترجي التونسي تاريخيا عمره ما خسر كاليفيكاسيون، وعمره ما خسر ماتش بعد ما ربح لالي. لما يفوز الترجي في الذهاب يلعب بمصطلح باع وروح، يمشي باهمبولا باهمبولا، وكرة في الركنية للكونغولي. من بعد نعملوا جرد للتاريخ ونفتحوا ذكريات الماضي يا يعقوبي. حذاري من الكرة الثابتة، حذاري، 5 أهداف من بالاريتي، كرة ثابتة في الذهاب، نفس السيناريو في الإياب. الديربي يحسم على الجزئيات يا رامي جريدي. 6 كلين شيت في حضور الافريقي اللافت رامي جريدي بالراس، اضرب ركنية الثانية، ركنية الثانية، حذاري. الترجي لازم يصلح الوقفة على الكرة الثابتة، لازم الأولاد يردوا بالهم. نذكروا قبلنا هدف 2-2 من كورنير، و2-1 من توش. والكرة تمشي، الفريق الجزائري يلعب الكرة مرة أخرى صعبة، يخرج رامي، برافو جريدي راميريز، والكونتر أتاك، وتلعب الكرة ممتازة، ويهرب يوسف البلالي، شكون يجيبو، شكون يقدو، شكون يشدو، تشاو بيلا، تشاو بيلا، والكرة للثاني، يضرب الكرة حطها بقير، العب كرة الثانية بقير، الثانية بقير، الثانية بقير، تير يا بقير، تير، تير يا بقير، تير.
بندير ونحن وراك بالبندير. اثنين بلاش، اثنين صفر للترجي الرياضي التونسي. لما يتواجد بقير تتواجد الفرجة، لما يوجد بقير يعني الربح مضمون. اثنين صفر للترجي الرياضي التونسي. مبروك للدولة الترجية. الدومي فينال، سعد يعمل الاسيس، يمشي التي جي في حتى الكرة بليلي، يوسف الفناك ولد الخضر ولد الصحراء جاب كرة رجع حاله دفاع وقفها بصدره وضربها بافيليي. اثنين بلاش للترجي الرياضي التونسي. هدف ممتاز، اون دو وكرة في الفيلي عن طريق المايسترو سعد بقير. اثنين صفر للترجي الرياضي التونسي. هذا هو رجل النهايات، هذا هو رجل الحاسم، هذا هو الورقة السرية للترجي الرياضي، هذا هو سعد بقير. 2-0 للترجي الرياضي. قلت لك هدف أول مبكر للترجي يعني سيناريو كارتون. 2-0 للترجي الرياضي. برشا واقعية، ثوب الخبرة، ثوب البطل، ثوب قوة الشخصية، ثوب المباريات القوية. والكرة ترجع قسنطينية، كرة للشباب. ترجع الكرة، فما لمسة يد يا حكم، حكم قال العب كمل معاه، كمل معاه ورد بالك ما تحلوش. ترجع الكرة، محاولة التوزيع ويني، اضرب كرة ممتازة، ترجع مرة أخرى للخضر، ردة فعل من قسنطينة، فما مساحات، فما مرتدات، باش يزيدهم الترجي الرياضي ثالث الأهداف، يهرب البلالي، البلالي باش يخلصها، يمشي يوسف كورنير، كورنير للترجي الرياضي التونسي. مباراة ممتازة الآن، أو ضربة مرمى، ضربة مرمى للحارس حسام ليمان. ترجي رياضي قلت كل ما يربح ماتش الذهاب يتأهل بانتصار أيضا في العودة، لا يأكدها. عام 87 في الكوب دي كوب الحرس الوطني من واق الشط الموريتاني ذهابا 3-1 في الرتور 4-0. عام 94 استاد ماليان 1-0 في باماكو حسان القابسي 3-0 في المنزه. عام 95 الموريسي الفاير بريغاد 2-0 في موريشيوس 2-0 في تونس. عام 99 المحلة الليبي 2-1 في ليبيا 2-0 في المنزه. ثم في 2006 سي اس اس السنغال فريق المجمع السكر كانت 1-0 في دكار ثم 3-0 في المنزه. ثم 2011 الترجي ينتصر ذهابا وإيابا على الهلال السوداني في الدومي فينال 1-0 يوسف النمس 2-0 بقيادة النمس. ثم 2012 او 2013 بريمير واغوستو 1-0 1-0. 2014 غورما هي 3-2 5-0 فيهم هاتريك لهيثم الجويني. 2015 الكوسموس دي بافيا ربحنا 1 في الكاميرون 3-1 انام على الشعلالي يعني كنجانج. ثم 2019 الترجي يقترب من 13 على 13، كل ما يربح للي يربح الرتور ويترشح ويكون كاليفي. 13 على 13 للدولة الترجية. ترجع الكرة نصف ساعة لعب في الشوط الأول 2-0 الترجي التونسي. ثنائية دوبلي سعد بقير والكرة ترجع للشباب القسنطيني. ترجي متقدم الآن مجموعة 5-2. ألعب كرة، ألعب كرة، الكرة فيها شمان ولكن بدانا نشتم لقاء سبت 27 افريل القادم بعد جمعتين، السبت الجاي لا السبت اللي بعده. حضروا رواحكم للمعركة السيمي فاينل ضد القوي مازيمبي. مازيمبي كيب باهية، كيب ممتازة، كيب تاريخية. في العشر سنين الأخرى هزت 7-8 ألقاب أفريقية، 3 شامبيونز و2 كاف و3 سوبر، لعبت فينال مونديال لكن ستوب تقف غادي، ما نضخموهاش ونبداو نردوها غولة وردوها ما تتربحش. الترجي سيعبر مازيمبي يا سادة، الترجي سيعبر مازيمبي يا رجال. 2-0 للترجي التونسي. إن شاء الله لاباس بالنسبة ليعقوبي. أجواء كبيرة في استاد رادس الأولمبي. الترجي على الأرجح هو الفريق الثالث في دوري الأربعة، يقترب بأسبقية الذهاب، يقترب مع تأكيدات الإياب. هذه هي دينة الفرق الكبرى،
ترجي جاتو كورتين حطهم في الشبكة. فريق يعرف افريقيا، عنده مفتاحها، عنده اسرارها، عنده دواليبها، يعرف كواليسها، زارها حفره حفره، زنقه زنقه، دار دار، يعرف افريقيا من شمالها لشرقها لغربها، الوسطها لجنوبها، في الاخر عنده مفاتح افريقيا. ترجع الكره للترجي التونسي عن طريق رامي جريدي. رامي جريدي، الكره الترجيه، والكره تمشي ليوسف البلالي، يهرب يوسف، يوسف حط كرة مرة أخرى لسعد، سعد لعب له في الانترفال، جري له من الأول، أسرع يا بقير، والكرة ترجع مرة أخرى. درجة رياضي يلزم يتعلم، وقت اللي يقتل الماتش، يقتل الماتش. برشا فرص قاعدة تضيع على فريق الترجي في آخر المباريات. كل ما ندخلوا للإغريق، البونتو بحسابه والكرة بدمها. هو دوري أبطال أفريقيا 2018 كأنه مؤشرة للمئوية. ولقب شهر ماي يقترب من جمعية اسمه الترجي بعراقة 100 سنة. خدموها رجال، جابوها رجال، تعبوا عليها رجال، أسوها رجال، ماتوا في جالها رجال، وبكاوا في جالها رجال. ترجع الكرة مرة أخرى للترجي التونسي. ترجع الكرة عن طريق المسكيني. مسكيني حل ثالث يلقاه معين على الكلوار اليمين. خميس عليك يا أمين، محمد أمين المسكيني. الترجي الرياضي إذا نجح في هذا الموسم، وقلت أكثر من مرة، مع هذا النسق الماراثوني الجهنمي لكرة القدم الإفريقية والوطنية بثلاثة أيام ماتش، أعتقد أنه الإفكتيف الزاد البشري للترجي الرياضي خلاه يلعب، اشتر البطولة بالفريق الثاني وأموره زيد 5-5. ترجع الكرة لفريق الترجي التونسي، هنا نجح فيها الحقيقة معين الشعباني. معين الشعباني 7 انتصارات، 2 تعادلات وخسارة واحدة في الشامبيونز ليج من اللي جاء في أكتوبر. وكرة الثالث وسعد الهاتريك، والكرة ترجع مرة أخرى، يرجع الفريق الجزائري الشباب القسنطيني. كرة تمشي كونتر أتاك، الترجي جاهزية بدنية ذهنية نفسية وتكتيكية الآن، يتعامل مع حسن المباريات. ترجع الكرة بامبولا، بامبولا اسكور على اليمين، يمشي الحسين بن عياد، رد بالك بالراس، وكرة ضربت مرمى للترجي الرياضي. الان نعرف الان نقاشات في دياركم، في القهاوي، في المجالس، تتكلموا تتحدثوا تشاتيو تتكلموا وتتسالوا، ونعرفكم. مش قلنا لكم راهو كي نلعبوا ما غير كوم وكولي مع بعضهم، ما يقف حد قدامنا، نقول لكم في اراء. مع الاحترام جابوت وقسنطينة، ليس مثلا مازيمبي، ليس حسابات أخرى. ممكن يقول لك في مازيمبي نلعب أوكي كوم وكولي ونجيب معاه ولد عمه والآخر أخوه باش تسكر اللعب، ولكن في تونس يلزم تلعب بهذه الثلاثية. كولي الشعلالي وقدامه بقير. حس الكرة يا أخي، الماكينة مزيتة، الكرة تدور، الكرة أكثر انسيابية، الكرة أكثر سرعة. هاو كوم يشجع في روحه، وكوم يستعد للدخول. فما إصابة، فما تغيير اضطراري، يغادر بطل المباراة ممكن سعد بقير. هنا مكره أخاك بالنسبة لمعين الشعباني أنه يرجع للفرضية الأولى في ذا الإصابة، شال لباس. أهم شيء لباس بالنسبة لسعد بقير، هذا ممكن طرح وتعدى، ما زالت الأطراح، ما زالت إفريقيا. كنا نخبيه فيك للفينال، توا من ربع نهائي تضرب يا بقير، أضرب يا بقير أضرب. ترجع الكرة مرة أخرى الترجية وسط الميدان عن طريق شعلالي، يمشي غيلان، سيطرة مطلقة للترجي بعد الهدف الافتتاحي. كرة ممتازة على الأطراف، بن عيادة متأخر على البلالي، يمشي يوسف، يلعب جوزيف، والكرة السهلة الحارس ليمان، والكرة بعيدة ليمان، حسام ليمان. سانتينا باش يفكر أكثر توا في السي ار بي، جاء حاول يعمل ردة فعل، حاول يعمل الريمونتادا التاريخية، ولكن مع الترجي ما يتعداش. وبالتالي الآن لافاني دينيس باش يبدا يفكر في ماتش بعد 3-4 أيام، اللي هو الأوبجيكتيف الأول للفريق القسنطيني، الكأس الجزائر اللي عمره ما ربحها، واللي حاول يعني تحقيق المرة الأولى في تاريخه ضد فريق السي ار بي وضد الوفاق الصيف المرشح البطولة، فريق الكأس الدام كوب الوفاق. خطيرة وفرصة للهدف الثالث والبدري، فرصة كانت للهدف الثالث للترجي التونسي، ركنية. التفوق واضح للترجي التونسي،
تاريخيا اكبر نتيجه على الفرق الجزائريه للترجي كانت 6 بلاش على فريق الناصريه. ملاحه حسين داي عام 86 وكره خطيره، اعطيني الكره في المباشر، يدخل فرانكوم، يدخل فرانكوم، يدخل فرانكوم بدل لمن، والكره ترجع من سعد بقير، اعتقد خرج كولي ممكن، والكره تمشي بدري، يمشي بدري، عدى عدى البدري، يعطي العرضيه والكره دفاعيه من الشباب القسنطيني، ترجع كره بخطا دفاعي والكره في خطا ولكن للشباب، كره للسنافه، البلايلي يطالب بخطا. الان الترجي الرياضي مع هذا التغيير يغادر للترجي التونسي اليعقوبي، اليعقوبي غادر اليعقوبي كان شويه مصاب، ويدخل كوليبالي بقير لباس الحمد لله. ترجع الكره مره اخرى والتماس للترجي الرياضي، نعم يغادر محمد علي اليعقوبي، شال لباس، شال لباس، لن ينسى جمهور الترجي هدفك في بريمير يا دالي، ولن ينسى هدفك في الشهيد الحملاوي، ولن ينسى ذاك الرجول البطولي لجرينتا اللي لعبت بها في ماتش الفينال ضد النادي الاهلي، لن ينسى اولاد الترجي التونسي يا يعقوبي. 37 دقيقة لعب في الشوط الأول، النتيجة 2-0، النتيجة 2-0 للترجي الرياضي. قام ينزل الوسط وحذاري بالراس ومرت سلامات. طبعا مع التغيير الدفاع كوليبالي رجع اكسيال ويمشي قام في مكان كولي، هذا هو الباين وهذا هو المتضح في انتظار القادم من الدقائق. الترجي التونسي الان اداء ونتيجه، واقعيه وقوه تعامل وقوه شخصيه فريق متعود بالمباريات. الترجي الرياضي يا ساده في تونس فقط محقق 90 انتصار في دوري ابطال افريقيا على ارضه، عنده 90 فيكتوار في الشامبيونز ليج، هذه نقطه. الان ما اطالب به الاولاد، الشوط الثاني نسير المباراه، اهم شيء البطاقات، ما نحبش الراحه حتى الصفره، ما نحبش الراحه حتى الصفره، راي تتلعب بالكوب دافريك على هذه الجزئيات. ترجع كره فرانكوم، الذهاب مخذينا حتى كارتون، ان شاء الله اذا الياب سلامات سايبه، خلي تعدى تو كنت نبى فيك يا خنيسي. ترجع الكرة مرة أخرى لفريق الشباب القسنطيني. أظن يعني في ربع ساعة 10 دقيقة من الشوط الثاني إذا يبقى سكور هكا 2 بلاش يعني مطمن جدا. يا ريت يا معين دخل لنا الوليد لوكوزا. حبوا شوفوه لوكوزا هذا في الأخر ما هو؟ لوكوزا ولا من لوكازوات؟ نحبوا شوفوه. ترجع الكرة مرة أخرى للترجي الرياضي. ترجع الكرة مرة أخرى للشباب القسنطيني. كرة للسنافة. والنتيجة 2-0 للترجي الرياضي. 1-0 بقير و 2-0 مرة أخرى تير يا بقير، والكرة ترجع مرة أخرى للترجي الرياضي. غيلان، غيلان سعد يتعثر وغيلان يتفوق، خرج الكرة، مس الكرة، باهي غيلان ازعلوا على اليسار عاد في حالة الثغرة يا ولد. يا غيلان كان على اليسار يوسف البلالي تقريب راس راس. هذه الأرقام وهذه المعطيات، شوف شوف يوسف البلالي راس 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 كان يا شعلالي. 2-0 للترجي الرياضي التونسي. يبقى هو الخنيسي سجل زوز اهداف والبدري مسجل زوز اهداف والان بقير زوز اهداف. ترجي بدون هزيمه في الشامبيونز ليج 2019. نعرف انه الترجي ربح اللقب الافريقي عام 94 من غير خساره. هو الترجي 2011 خسر ماتش واحد، خسر ماتش ضد اسباك البنيني في الدور الاول، لكن بعد تقريب عمل سيري نتاع 14 مباراه من غير خساره الترجي، او بالضبط 12 مباراه من غير خساره 2011. الان وصلنا للمباراه الثامنه بدون هزيمه، الترجي متصدر المجموعه، يتقدم بالفوز الآن ذهابا وإيابا في دور الثمانية على شقيقه وجاره الجزائري الشباب القسنطيني. ما زالت المباراة يمشي فيها خنيسي، طه ياسين ممتازة من طه، طه ياسين، طه ياسين والكرة تمشي عن طريق البدري، أنس البدري كرة ناقصة رد بالك شقيق، والكرة ترجع تلعب كرة باهي يا بدري. ترجع الكرة. باهامبولا، باهامبولا والكرة مرة أخرى عن طريق الحسين بن عيادة. يرجع البدري يضغط والكرة خطيرة اخرج وبمبدأ السلامة شامو، شامو يحط الكرة في الكورنر. كوليبالي اكسيال مع شمس الدين الذوادي. ترجي يلعب بمحور دفاع
يعني من شهر جويليا ملي رجعت السنة الكروية 2018-2019 أكثر من ديو. ترجع كرة ملعبة طويلة خط طويلة والحارس برافو الحارس برافو رامي والكرة تمشي من سعد بقير كرة طويلة جابها ما جابهاش الدوش للفريق الجزائري كرة للخنذورة فريق الشباب القسنطيني نادي السنافر ترجع كرة للترج الرياضي برافو مسكيني عنده لمسة كرة فنان والبلالي مشي عدي كنترول مخافش عليه يمشي يوسف البلالي فرصة الثالث يوسف البلالي وكرة راسية والحارس حسام ليمان كرة لحسام ليمان الترجي الرياضي التونسي في تاريخه الافريقي في دوري الابطال فقط او في كل بطولات افريقيا 147 ماتش على ارضه في تونس ربح 114 وتعادل 21 وخسر كان 12 دفاعيا قبل 80 وهجوميا باهداف الليله 356 جول. الرجل اللي حضرت لكم ممكن وثيقه تاريخيه مهمه جدا. كره ترجع لفريق الترجي الرياضي او للفريق القسنطيني. الترجي الرياضي التونسي على 105 نوكاوت 105 دور نتاع يا تغلب تكمل يا تخرج بعد ما تخسر بين لالي وروتور 105 دور اقصائي الترجي ترشح في 85 وخرج كان 20 هذه في كل المسابقات العربيه والمغاربيه والافريقيه في الافريقي الترجي 92 دور اقصائي ترشح 74 دور وخرجوه كان في 18 كما انت كبير يا الاحمر والاصفر ارجع كره باهيه من الشامو ارجع الكره نهايه الشوط الاول مهم جدا نسيروا نهايه هذا الشوط على هذه النتيجه رد بالك يا كوليبالي يمشي الفيل والكرة من ضغط من الخنيس الكرة الثانية ناخذها دوزيام بالا يا بقير والكرة ترجع مرة أخرى ترجع الكرة مرة أخرى للفريق القسنطيني الخضر من أجل التسجيل والكرة عرضية ولا خوف على الجريدي موجود رامي جريدي مثل معز بن جريفية حراس خبرة أكثر من 60 مباراة إفريقية أول مباراة لعبها معز بن جريفية كانت 2010 في استاد الديناموس في هراري ربحنا وقتها واحد بلاش هدف وسام الدراجي تقريب في نسخة 2011 أصغر حارس حقق الشامبيونز ليج في 20 سنة الحارس بن شريفية يعني على خطى الحارس كاسياس في أوروبا 20 سنة مع الريال في عام 2000 ثلاثة بلاش على فالنسيا في سان دوني في فرنسا ترجع كرة فرانكوم كرة ممتازة تمشي كرة غيلان يمشي غيلان هز كرة على اليسار بن محمد خلاص الشوط الأول ينتهي وعلى وشك الانتهاء والترجي على وشك انهاء الملف الخاص بربع النهائي 2-0 ولا أروع من سعد بقير رجل الشوط الأول ترجع كرة سرح كرة يمشي الهجوم للترجي ترجع كرة من سعد بقير ممتاز سعد بقير الآن دور كأنه مهاجم ثاني سعد بقير ديما يجي من تالي ويحط الكرة في الشباك برشا أداب بهذه الطريقة قلتها واليوم كانت نجوميته من جديد النجم سعد والكرة ترجع للفريق الجزائري عن طريق الصالحي يمشي ياسين تحط الكرة بهامبولا بامبولا رسمين الشوط الاول الان 45 دقيقة والتماس للترجي يعني ياتي جديد فيما تبقى من لحظات الفترة الاولى الترجي يتضمن بنسبة كبيرة على العبور لملاقاة مازيمبي 27 افريل الذهاب 4 مايو الاياب احسن مباراة الاياب ايضا ستلعب قبل دخولنا في الشهر المبارك شهر رمضان المعظم ان شاء الله ربي يبلغنا ويبلغكم رمضان ترجع الكرة عن طريق المسكيني يمشي بالكرة شمس الدين الذوادي والكرة دارت ودار البدري جاي بالفرصة للثالث يمشي الخليسي ممكن الثالث الخليسي طه ياسين حط الكرة وشوطة بعيدة من البلايلي يوسف البلايلي وكرة اوت ورسميا صافرة قاضي المباراة نور الدين الجعفري
الحكم الجار المغربي ينهي الشوط الأول في لقاء الديربي المغاربي. الترجي التونسي 2 والشباب القسنطيني 0. ثنائية سعد دبقير تقريب في ظرف دقيقتين 3 دقائق. الترجي أنهى الموضوع واطمأن على بطاقة العبور. 23 الهدف الأول، 27 الجول الثاني، هدف أحلى من خوه، أشب من خوه. والشبان ورجال الترجي يتقدمون على الخاوة 2-0 هنا في أولمبي رادس. وهذا رجل الشوط الأول. الآن إلى استوديو المباراة والزميل مهند الجالي والمحللين والكابتن والرؤية الفنية لتفاصيل الشوط. تفضل مهند. أجواء استاد رادس الأولمبي، نذكر نتيجة الشوط الأول كان التقدم لفريق التونسي 2-0. الترجي الرياضي يقدم أداء ممتاز، ممكن السيئة الوحيدة في 2019 منذ بداية 2019 وتاريخ الحصول على اللقب الأفريقي ذات جمعة من يوم 9 شهير في نوفمبر 2018. الترجي في 2019 السيئة الوحيدة جابت بلقب، يعني طلعت براس بطولة مهمة هي السوبر الأفريقي، لكن عسى أن تكرهوا الشيء وهو خير لكم. الترجي وقت خرج من العربية كمل بطل أفريقيا، لعل هذا السوبر سيمنح الترجي فرصة ثنائية تاريخية متتالية في دوري الأبطال. مثلا نعطيكم الأرقام على ترجي معين في 2019، في شهر جانفي 6 مباريات ترجي ربح 4 تعادل 2 ما خسرش، في شهر فبراير فيفري 2 ربح مرتين وتعادل مرتين ولا خسارة، وهنا لاحظ من 6 ماتشات في جانفي 4 ماتشات في فيفري، فما ريتم طاح. الريتم طاح كليناها ضد الرجاء في مارس اللي لعب الترجي فيه 6 لقاءات، ربح مرة أخرى 4، تعادل مرة وخسر لقب السوبر الافريقي وربح سوبر محلي. في شهر افريل حاليا 3 مباريات ب3 انتصارات والترجي يقترب من الفوز الرابع في هذا الشهر الرابع من 2019. يعني بصفة عامة منذ 1 جانفي لحد اليوم الترجي 20 ماتش، 14 انتصار، 5 تعادل وخسارة. خسارة صحيح بدمها وتوجع، ولكن هكذا هي كرة القدم. واذا عندك القلب وعندك العزيمة وعندك الرجال تعاود شامبيونز ليج وتلعب مرة اخرى على السوبر كوب. الترجي في الشوط الثاني، رامي جريدي مسكيني بن محمد ذوادي وكولي بالياكسيال بعد إصابة اليعقوبي، ثم عندك كوم دخل وسط الملعب مع الشعلالي، قدامهم بقير بدري وبلايلي، تبادل الأجنحة والأطراف وخنيسي راس حربة. تشكيلة الفريق القسنطيني الشقيق الشباب لحراس المرمى حسام ليمان أمامك الصورة، بن عيادة على اليمين، الصالحي على اليسار، زعلاني الشحرور في قلبي الدفاع، بن شريفية يد وحداد وسط الميدان، بالخير وبامبولا ولعب جابوت في الهجوم مع الأطراف. طبعا طقس بارد في تونس الأيام هذه، 15 درجة أقل شوية. المباراة في الليل واللقاء يدور تحت أنظار قرابة 20,000 من عشاق الترجي التونسي. حكمنا المغربي نور الدين الجعفري يقول العب، فلنلعب الشوط الثاني. شوط اتمام اجراءات الترشح وبلوغ الترجي التونسي لدور الاربعة للمرة 12 في تاريخه في الشامبيونز ليج. فما كان الاهلي عمل الخير 15 مرة والترجي مع مازيمبي في دومي فينال مثيرة، كل واحد يلعب نصف النهائي رقم 12 في المسابقة. ترجع الكرة لفريق الشباب القسنطيني، كيف ستكون مباراة الشوط الثاني؟ الترجي إذا ما فماش جديد في ربع ساعة 20 دقيقة في سكور، أعتقد أن المدرب الاثنين دينيس لافاني باش يعمل تغييرات تفكيرا في ماتش سي ار بي الكوب في الجزائر، وبالنسبة لمعين يفكر في ماتش صعب نهار الأربعاء في رادس ما 3 متاع العشية ضد الهمامة، فريق معني بتفادي الهبوط وبالتالي مباراة ليست سهلة. أعتقد ترجي 3 انتصارات أخرين في البطولة، أعتقد أن الدوري سيعود مرة أخرى لفريق بسويقة. يعني الانتصارات القادمة مش بتكون سهلة لأنه الترجي مع فرق معنية بتفادي الهبوط، فريق متطور جدا في آخر شهر هو الاتحاد المنستيري، ثم عندنا نادي حملم فريق شرس ومقاتل، ثم في مباراة أخرى كاس ضد الاتحاد، ومن ثم دخول المنعرج الحاسم للدوري التونسي مع فرق بحجم النجم الساحلي وديربي الكابيتال مع الجار النادي الإفريقي. وبالتالي بالنسبة للترجي ممكن أنه ماتش يوم 27 مطالب بجني ماكسيموم نقاط
لعل وعسى تمشي معاه الكره ويحسم الدوري لصالحه مبكر باش يركز على الشامبيونز ليج، خاصه انه اشقائه متنافسين معاه على البطوله مثل الصفاقسي والنجم الساحلي معنيين ايضا بالمشاركات الخارجيه من افريقيا وعربي، وبالتالي حتى الفرق الثلاثه هذه تنافس على الدوري التونسي معنيه بالتورنوفر، معنيه بالمشاركات الصعبه، معنيه بالزوبجيكتيف اللي نتصور الدوري بالنسبه للترجي، محاوله اللحاق بالدوري بالنسبه للسي اس اس وليتوال، ولكن اهم شيء الان هي المركز والمرتبه الثانيه المؤهل للشامبيونز ليج، صراع الابطال، ثم الكؤوس القاريه اللي موجوده فيها انديتنا واقليميا، وان شاء الله بالحظ السعيد للنجمه التونسيه الساحليه الخميس الجاي مع ثلاثه غدرجيين كلنا ليتوال ضد فريق الهلال او الاهلي السعودي في اطار النهائي العربي يوم الخميس القادم في استاد هزاع بن زايد في مدينه العين. الخنيسي احسن ارقام للترجي في العشرية الاخيره، ولكن مطالب بحصاد اكثر اوفر في دوري الابطال، يلزم يعاون اكثر طه ياسين، لانه في المباريات الاخيره لو نحسب عدد المباريات السنه 8 والموسم الماضي بالضبط 16، يعني 24 ماتش مع السوبر الافريقي، 25 ماتش على المستوى القاري، طه ياسين سجل زوز بونتو في ماتش واحد ضد بلاتينيو، وبالتالي اذا طه ياسين يرجع لنجاحته وهو افضل مهاجم تونسي الان راس حربه، اعتقد انه الترجي الرياضي باش يعاون، وقوه الترجي انه كل مره تلقى لاعب يخلصها من وضعيه صعبه، مره تلقى فورمه البلالي، مره تلقى البدري، مره تلقى بكير، مره طه ياسين، وهذا مهم جدا، وقت تتسكر القدام تلقى المدافعين، ترجع كره من بن محمد، فما خطا، فما خطا مهم جدا تسيير المباراه في الشوط الثاني، تكتيكيا وبدنيا وذهنيا وورقيا، ارجع ونحكي على قيمه الاوراق، يلزم زيرو كارتون. ترجع كرة سعد بقير. سعد بقير يلعب كرة من شمس الدين الذوادي. شمس الدين حاط الكرة. النصف النهائي يقرب وبدا يسخن. الترجي مازيمبي، الوداد سان داونز. هل يتكرر السيناريو 2011؟ الترجي الوداد واللقب الثاني بقيادة معلول. ترجي انتصاراته الافريقية الكل كانت بمدربين وطنيين، هذا ممكن ما يزيد في اعتزاز الترجي بالاسماء التونسية وبالمدرسة التونسية التدريبية. يعني يوسف الزواوي ربح الكاف 97 والكوب دي كوب 98 مع فوزي زوز القاب افريقية، الابطال الشهيرة 94 ما غير خسارة، هو 95 السوبر الافريقي مع نبيل الشامبيونز ليج 2011، ومع معين الدوري دوري المئوية أغلى لقب في تاريخ الترجي في 2018 نوفمبر. ترجع الكرة للترجي الرياضي فرانك كوم، والكرة الثانية سعد بكير، هاتريك يا بكير، تلعب الكرة مرة أخرى على طريق البلالي، البلالي وكرة أوت. كرة كانت زايدة ممكن في الأسيست للبدري، هذه نتاع شوطة يا بلالي مثل شوطة ماتش الرجاء في الدوحة، ولو انه على جمال الهدف لم يتحدث عنه كثيرا لانه لم ينفع ولم يشفي للترجي من اجل المنافسه على اللقب. الترجي تعلم دروس من خلال اقصاءات نادي العين ونادي الرجاء. هو الفريق يرجع يحط ساقيه على القاع، ماهوش احسن من الاخرين، ماهوش اقل من المنافسين. هي نفس الخطوات الان سان داونز، مازيمبي، الترجي، الوداد، كل واحد عنده ما يقول في روحه ويهز التيتر. ذكر انه ماتش الاياب سيكون في لوبومباتشي وفي استاد جوهانسبورغ لسان داونز في الدومي، في الفينال النهائي سيكون ان شاء الله يا ربي في رادس. تعديت 6 دقائق لعب في الشوط الثاني، نتيجه 0-0، نرجع المباشر باهمبولا، نرجع باهمبولا، والكره ترجع مره اخرى. الترجي ضد الانديه الجزائريه في المشاركه الافريقيه 24 مواجهه، 24 ديربي، ربح 12، تعادل 7، خسر كان 5. واضح التفوق التاريخي على الأندية الجزائرية بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. ترجي مع معين الشعباني، هذا لقاء 13 وهو مدرب للفريق في رادس منزه مستير، باعتبار استضاف الترجي ديربي العاصمة في المستير، يعني الترجي مضيف وهو المستضيف. الترجي 11 انتصار وتعادل مرتين، فقط النجم الرياضي الساحلي والنجم الثاني المتلوي هما الوحيدين اللي ما خسروش من الترجي في ملعبه.
أرقام متميزة جدا مع ستاف شاب كأصغر مدرب في تاريخ الشامبيونز ليج يحقق البطولة في القارة السمراء. بينما هنا كرة ترجع من البلايلي، البلايلي حتى كرة بقير وبقير البلايلي والبلايلي والدفاع، رجعت الكرة من نسيم ياتو، ياتو والدفاع في وسط ميدان الترجي هذه. مسكيني ما نعرفش الكوتش ولا المدربين والزملاء في الاستوديو ايش رايكم في المسكيني؟ خاصة معناها مع نبيل ديريكت المسكيني في الاريير شعطاه حسب رايك. ترجع الكرة مرة أخرى فرانكوم يمشي كرة بليلي، بليلي يلعب الكرة عن طريق البدري، بدري كرة ضائعة. والكرة ترجع لفريق قسنطينة. كرة لفريق قسنطينة. ترجع الكرة خطيرة للشباب، محاولة التوزيع وكولي، كوليبالي الكرة الثانية رد بالك كولي، بامبولا واحدة اثنين ويخرج الحارس الرامي جريدي. الشعب يريد كلين شيت أخرى يا رامي. ثلاثة مباريات الترجي مقبل ولا جول في رادس. هذه 2-0 ضد مازيمبي يعني يدفع لها الترجي عمره يستنى فيها ويتمناها. لا استبق الاحداث والقمه ضد مازيمبي تسيطر على مخي كيما ذهن الترجيين. خلاص هذا الديربي الخليسي، الخليسي يمشي بالكوره. 7-8 دقائق في الشوط الثاني. حذاري من الكامباك للفريق الجزائري مثل سيناريو الذهاب رغم ان الظروف مختلفه. وقت 60,000 من عشاق السنافر يا اخي شيلوا الفريق شيل القدام. جمهور الجزائري نعرفوه في تشجيعه هو اللي عدل النتيجه 2-2 في وقت من اوقات المباراه. ولولا قوة شخصية الترجي ممكن راهو سيناريو آخر وممكن راهو ربح الشباب. ترجع كرة من المسكيني. مسكيني البساطة المهارة عنده الريشة تحسه كأنه لاعب 500 ماتش. اكتشفناك وخذيناك وربحناك يا مسكيني هكذا يقول جمهور الترجي الرياضي. ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق غيلان، غيلان الشعلالي يمشي الشعلالي خطيرة شوت كرة لين الشعلالي، الشعلالي يلعب كرة والدفاع والكرة في الركنية للترجي الرياضي التونسي. كرة من غيلان الشعلالي سجل هدف في تاريخ دوري أبطال أفريقيا ضد الكوسموس بافيا ضد الفريق الكاميروني. سجل هدف ايضا ضد الموب مولودية البجاية في الماتش اللي خسر وخرج فيه الترجي 2016 من الكونفدرالية. الترجي يلزم يركز في سنة من السنوات لما لا يتوفق محليا يلعب الكاف يلزم يهزها نقول لكم علاش. ترجع الكرة خطيرة وفرصة الثالث والكرة من البدري والبدري رجع الفورمة وفيق يا بدري. الترجي الرياضي التونسي ربح كأس افريقيا السي ان بالأندية البطلة القديمة بالشامبيونز ليج الجديدة، ربح كأس الكوس، ربح كأس الكاف القديمة، وربح السوبر، وربح الأفرو آسيوية، وبالتالي لو يحقق النسخة الجديدة الحديثة من الكونفدرالية، الفريق الوحيد في القارة السمراء اللي يربح التروفي الكل هذا، بمختلف مسمياتها وعناوينها وتفاصيلها، وجمهور الترجي لاعب رقم واحد يساند الفريق. ترجع كرة فرانكوم سيطرة مطلقة للترجي الرياضي. نعم الفريق القسنطيني بدأ يفكر في مواجهة السير بي الصعبة في إطار كأس الجزائر. خلاص هو الآن الهدف الرئيسي لفريق قسنطينة. والكرة تمشي من جابوت. تصور قلت من دقيقة 65 70 باش يبدأ دينيس لافاني يرتح العناصر الأساسية بتاع الفريق ويلزم يعمل هذا الحقيقة لأن يعني المباراة اليوم نتصور مع هذا التركيز للترجي، مع هذا الإصرار للترجي، مع هذا الحضور لجمهور الترجي، أعتقد أن حسمت الأمور. لا تقول لي كرة مدورة لا غدارة لا مربع لا مستطيلة. لا متزاوية كمنحرفة وكشبه منحرف، انتهت. ترجع الكرة مرة أخرى، بقينا سكور. ترجع الكرة للفريق الجزائري. ترجع الكرة مرة أخرى لفريق الشباب، خطيرة جدا. يمشي ياتو يلعب الكرة بشريفية والكرة ترجع من الترجي عن طريق القائد في انتظار عودة الكابيتان ومهمة جدا شمام أبو يوسف سيستعيد لذة المباريات وقيمة المباريات في الأسبوع القادم واللي بعده ماكسيم إن شاء الله يحضر المازيمبي. هذا هو حمد الهوني، هذا هو المصري، هذا هو حمد الهوني المصري اللاعب الليبي المتميز جدا. أجواء كبيرة في استاد رادس الأولمبية السادة.
التغيير الاول ايضا من المدرب دينيس لافاني، بدا يفكر في السي ار بي. التغيير الاول من الكوتش الفرنسي دينيس. مشوار ممتاز جدا يبقى لفريق الشباب قسنطينه. يدخل منير عايشي بدل لياسين صالحي. يدخل منير بينما الترجي ايضا يفكر في القادم. يغادر سعد بقير، يدخل حمد الهوني، اكيد يرجع لبلالي كصانع العاب. التفكير في المباريات القادمه والحفاظ والاحتفاظ. على فكره استاف في الترجي الرياضي ادارته للمباريات وتشريك اللاعبين اكثر من رائعه يا ساده، اكثر من رائعه، لانه تقريبا الترجي شارك ب 32 لاعب السنه في كل المسابقات، والنسبة أكثر واحد شارك هو رامي جريدي، ثم الثنائي كوليبالي وكوم والخنيسي والبدري. فما تقارب في المستويات، فما تقارب في عدد المشاركات، في دقائق المشاركات، وهذا مهم جدا. الترجي الرياضي عرف كيفاش يقسم مجهوده على الموسم، واعتقد من ناحية الجاهزية البدنية، الترجي باش يكون بدنيا أقوى فريق من الفرق الأربعة على الصعيد البدني. تعرف الكره فيها مش بدني فقط، مش قوه ابدان، ولكن بدنيا فيزيكمون الترجي باش يكون احسنهم في الاربعه. نرجع بالكره عن طريق جابوت. نرجع الكره مره اخرى للترجي الرياضي. الربع ساعه لعب في الشوط الثاني والنتيجه 2-0. النتيجه الخاصه بالشوط الاول. الجمهور يذكر، يتذكر تاريخ، يتذكر امجاد والقاب. افريقيا تبقى هي الهاجس الرئيسي لكل من يدبي على هذه الارض بعشق الاحمر والاصفر. الترجي التونسي اونيكو اموري جراندي باسيوني سكوادرا ميتيكا كورفا ماجيكا. لما ترجال يوم من زمان في وسط مدينة. تاريخ، كلمات، كلام يعبر لك كل شيء. أنا لو جيت إدارة الترجي هذه تولي النشيد الرسمي للترجي الرياضي قبل المباريات. ترجع الكرة عن طريق الترجي الرياضي. حامد الهوني يرجع بالكرة. ترجع الكرة 20 دقيقة لعب تقريبا في الشوط الثاني. الترجي بنفس الامتياز البدني ونفس الجاهزية البدنية. ربع ساعة مش 20. 23 سعد بقير، 27 طارق بقير، والنتيجة 2 في فيليل حارس حسام ليمان. 6 مباريات إفريقية في الشامبيونز ليج في تونس بقيادة معين الشعباني، الترجي ربحهم الستة. ترجع الكرة لفريق الشباب، كرة القسنطينة. القسنطيني في الأتاك وكولي في التغطية. الكرة في التوش، رمية جانبية للجار الجزائري الشباب القسنطيني. ربع نهائي للتاريخ للشباب. الكرة الجزائرية 5 ألقاب في المسابقة. 3 ألقاب كانت في السنوات الأخيرة، العشرين سنة الأخيرة تقريبا. عام 88 وفاق ستيف، عام 90 شبيبة القبائل، عام 2014 مرة أخرى الوفاق، وقبلها في 81 دازي وزو للقبائل، والتاريخية عام 76 الريمونتادا اللي كانت للأمسية المودية. والترجي اللي ربح في ريمونتادا 2018 على شقيقه الأهلي المصري كانت أول كامباك في تاريخ النهائيات منذ 76، منذ الشناوة، بقيادة باشي وقيادة عمر بتروني وقيادة علي بن الشيخ في مباراة حورية كوناكري وضربات الجزاء. خسروا 3 في كوناكري، ربحوا 3 في الجي، واللقب كان العميد الشناوة المساع. 5 ألقاب، 2 لستيف، 2 للجي اس كا، 1 للمولدية. الترجي 5 تونس 5، 3 للترجي، 1 لتوال، 1 للكلوب. أول فريق تونسي ربح في 91 يوم فيستيفال المطر، تحت المطر بالستة. سليمي ولاد السليمي ولاد الرويسي باغندا والرائع فوزي وقتها من نجوم المباراة 6-2 مع المقاتل المحايسي في مرمى ناكيفو بوفيلا. ترجع الكرة للترجي. العام هذا مناش نخرجوا شايحين ان شاء الله على مستوى الانديه، قدرة ربي فما لقب اذا مش 2. وترجع الكره للفريق القسنطيني.
مباراة المنتخب التونسي. بينما هنا بوهامبولا، هدف جميل من بوهامبولا، هدف جميل من بوهامبولا، أول هدف يقبل الترجي في الشامبيونز هذا الموسم. في وقت الكلام عن الكال، الفريق الجزائري يستثمر كونتر اتاك ويسجل الهدف الأول. مباراة رقم 12 للترجي في الكؤوس الإفريقية ضد الإخوة الجزائرية في تونس، أربع مرات فقط كلين شيت، هذا هدف. فما شيء، كرة في السليم، متأخر شامو غير موجود في التغطية على اليمين، مسكيني متأخر. هو الكرة ممتازة جدا بهامبولا، هذا اللي لعب في موناكو من 7-8 سنين، لعب ليغا ولعب في الدوري الروماني. إذا نعاودوا نكسروا احنا الآن في 2-1، في 2-1 في الدقيقة 17 من الشوط الثاني. عودة لبهامبولا، 2-1 للترجي التونسي. ثنائية سعد بقير وهدف بهامبولا لعب ديلان. كيف ستكون الآن ردة فعل المباراة من الناحية النفسية للترجي بعد قبول هدف؟ يلزم ما يخافش، ما يرجعش يخاف. ونفس الشيء بالنسبة لفريق سانتينا، ننتظر كيف سيكون أداؤه الآن بعد هذا الهدف للتذليل. يدخل محمد أمين عبيد بدل لتشابوت، اللي قلت لكم تقريبا المدرب دينيس لافاني كأنه هيس وبدا يفكر في السير بي، يلقى الهدف هذا بتاع بهامبولا يرجع في الطرح. ترجع الكرة للفريق الجزائري، كرة النادي القسنطيني، محاولة التوزيع، كرة خطيرة على مرمى الجريدي بالراس، خطيرة، يخرج رامي، يخرج رامي يربح خطأ، فاول لرامي الجريدي. هذا الهدف الخامس اللي يقبله الترجي الرياضي في الشامبيونز ليج 2019 مقابل 14 هدف في صالحه. خمسة انتصارات وزوز تعادلات قبل مباراة الليلة اللي مازال فيها التقدم للترجي 2-1 بعد 20 دقيقة لعب تقريبا في الشوط الثاني. الكرات العرضية تقريبا خطيرة، تقريبا فما تسلل واضح في هذه الكرة للخضر، كانت كرة صعبة جدا. والكرات العرضية من نقاط قوة الشباب القسنطيني. محمد أمين عبيد، والكرة ترجع لخطأ للحارس الرامي الجريدي. شلباس رامي، في الانتظار نواصل، في الانتظار. النصف النهائي قريب من الترجي التونسي في سكور 2-1. الوداد 4-0 على حورية، وبالتالي ممكن نتكلم على تألق كاسح للحمرة الوداد بقيادة المدرب التونسي فوزي بنزرتي. فوزي اللي يحرص أن يكون من المدربين الأوائل في فريق اللي يربح الشامبيونز ليج مع زوز فرق مختلفة، باعتبار حققها مع الترجي في 94 من 25 سنة تقريبا. وفوز البنزرتي مع الجنرال محمود الجوهري هم المدربين الوحيدين في أفريقيا اللي تقريب شربوا من معظم الكؤوس الأفريقية. الجنرال ربح كاس الأبطال، كاس الكؤوس، وكاس السوبر، وفوزي في رصيده كاس أبطال، كاس كونفدرالية، وكاس سوبر. 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني، نتيجة 2-1 للترجي الرياضي. مثل الإيجابيات لابد من التعرض أيضا للسلبيات. الترجي الرياضي يعاني دائما بعد هكذا سباقية مريحة، شفناها أكثر من مرة، النادي الصفاقسي في الدوري، السوبر فينال ضد السيابي، اليوم ضد قسنطينة، الذهاب أيضا ضد الشباب القسنطيني. مشكل كبير، الفريق ما يعرفش يقتل مبارياته. لوكوزا جونيور يستعد للدخول. لوكوزا سيكون التغيير الثالث والأخير من معين. لوكوزا 20 دقيقة في الشوط الثاني، يدخل النيجيري هداف الدوري النيجيري أكيد بدل الخنيسي بوست بوست. والكرة ترجع مرة أخرى مع ضغط للفريق القسنطيني. العرضية والركنية، الركنية جزائرية. 66 دقيقة في المباراة، ردة فعل من الفريق الجزائري بعد الهدف. لا، يخرج البدري، يخرج البدري ويدخل جونيور لوكوزا ليهلل جمهور الترجي. جونيور سيوانو لوكوزا
بديل للبدري بينما نهى بالراس. ترجع كرة من حمدو الهوني، مازلنا ما شفناكش يا حمدو. يمشي حمدو وكرة للترجي الرياضي والمرتدة يهرب حمدو. حمدو بدل جونيور، حمدو يدخل، حمدو يدخل، حمدو يقرب، حمدو يمشي، حمدو حط الثالث. والكرة غريبة وعجيبة، حمدو الهوني كان ممكن يقتل المباراة بصفة نهائية. سريع جدا، فنان جدا اللاعب الليبي. لاعب عنده في ساقيه الكثير. شنو مشكلته؟ ماهوش فينيسور مثلا كيما بدري في الكولوار. هذه كرة ايضا بصراحة كان ممكن تلعب مع جونيور. انا ما فهمتش علاش الكرات ما تتباساش النيجيري. النيجيري معانا ولا مش معانا؟ فهمونا. هذه كرة تتعطى في باس، شفناها ضد بلاتينيوم، شفناها في ماتشات. الرجي مطالب انه يحاول يستثمر كل قواه من اجل البطولة، وانه يلعب اكثر كولكتيف في بعض الكرات. درجة كرة ممتازة. غيلان 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 الشعلالي، غيلان الشعلالي احلى انتداب للترجي في 2019. رجع الولد غيلان من جديد. تمشي كرة عن طريق الهجوم، يمشي البلايلي، البلايلي جونيور، جونيور حط كرة بصدره، جونيور يلعب باس واحدة اثنين مع فرانكوم. ترجي يضغط من جديد، وهدف كان ضد مجرى اللعب. الان يحاول يرجع فريق باب سويقة باش يقتل المباراة. بعيدة الكرة، بعيدة الكرة، وترجع كرة لفريق الشباب. كرة القسنطينة، مسكيني موجود. جونيور أول مرة يلعب على الأساسيين جونيور لوكوزا. ترجع كرة خليسي، خليسي ممتاز. طه ياسين، طه ياسين حاط الكرة تاها، يضغط جونيور والكرة ترجع جزائرية. يرجع بريسي، شفت بركلة بدنيا الترجي الرياضي في الدقيقة تقريب 70. كيف يضغط، كيف يبريسي الخصم، وكيف له الجاهزية البدنية. ترجع كرة فرانكوم، في خطأ، في خطأ واضح للخضر. كرة عن طريق 18 اللاعب عبد النور بالخير. ترجع تخطيط غيلان، غيلان غيلان غيلان، وخطأ للشعلالي. يعني يحط مخه في الكرة والكرة في مخه. غيلان الشعلالي من أحسن لاعبي وسط الميدان في تونس، اللي كان اكتشاف المدرب خالد بن يحيى. وأول مباراة لعب كان ضد النجم الساحلي كلاسيكو، وسجل حتى هدف الفوز وقتها. ترجع كرة للترجي الرياضي عن طريق الهجوم، يلعب الكرة شمس الدين الذوادي. مسكيني، مسكيني. ترجع كرة الترجية من النيجيري، ضايع من جونيور لوكوزا. بعيد الكرة للفريق الجزائري، خطيرة الكرة، والترجع من كولي. يمشي كولي بالي، اللاعب السابق بتجارب الملعب التونسي والاتحاد المنستيري. والكرة عن طريق حمدو الهوني. فرانكوم، فرانكوم يرجع بالكرة على اليمين. مسكيني، مسكيني فرانك الكاميروني الدبابة، يرجع بالكرة. شامو، شامو حط الكرة. كولي، كولي فوليم دو جو كبير برشا. والكرة تمشي للترجي الرياضي عن طريق الشعلالي. الشعلالي وين الكرة؟ عن طريق حمدو. يمشي الهوني، الهوني حط الكرة للبلايلي، البلايلي، 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 البلايلي. حمدو، حمدو يرجع الهوني، يشد الكرة برشا حمدو وتضيع. ضاعت الكرة لحمدو، والكرة ترجع من الترجي الرياضي. لا، كرة جزائرية، السنافر تحت الضغط. 70 دقيقة في المباراة، ترجع الكرة وترجع القمة. تونس في مجموعة مالي وموريتانيا وايضا انغولا. البالانكاس نيغراس، هي المشكل ليست في المجموعه، المشكل اللي بعد المجموعه. تونس جات في اخيب مجموعه، شدونا هاو زهر، هاو زهر، هاو عندهم زهر لين تكسرت علينا الفاشكه. الدور الثمانيائي ضد ثاني المجموعه الرابعه، يعني يا مغرب يا كوت ديفوار يا جنوب افريقيا. وانا مع المغرب مركز اول، وان شاء الله البافانا، بافانا يعني المفاجاه إذا تعدي لويتيام تزير ولا السنغال. إذا تعدي هذم تلقى مصر في مصر في القاهرة 100,000. ترجع الكرة للفريق الجزائري. القسنطيني بالراس، ركنة جديدة، ركنة جديدة لباهامبولا. هدف لقلة التركيز تصير في الكرة. الآن ردة الفعل بعد ما تقبل هدف المباراة بالنسبة للأشقاء تفتح من جديد. يجب ترجع تركز بالرأس، خطيرة، خطيرة الكرة الثابتة، صعبة، صعبة جدا. والكرة ضاعت من حمدو الهوني. دينيس لافاني مازال يحلم. والكرة تمشي من فؤاد حداد، فؤاد حداد يرجع بالكرة. نسيم ياتو،
بارح الحقيقة في الدوكيومنتير متاع الكان لجنة التنظيم تغافلت وما يجيش بلاد نظمة الكان ثلاثة مرات هزت أفريق 2004 الناس الكل حتى صورة أثيوبيا في 62 شفناها والإمبراطور هيلاسي قبري سيلاسي ما نشوفوش معناها الجزيرية والكأس تونس باش تلعب في السويس تقريب ساعة ونص على القاهرة 46 درجة في الشهر هذاك شهر جوان نار وهي بطولة إن شاء الله المنتخب التونسي يمشي بحظوظ باهية ويلعب كرة ولعل فيها خير احنا شكنا كنا نجيو في مجموعة نارية الأولاد يعطيو جهدهم في المجموعة باش يترشحوا ومن بعد الفريشور انتهت والحضور ينتهي المرة هذه مبارياتنا هذه قد تكون تحضيرية للكؤوس لدور ال 16 وقت الفورمة تبدا مع الماتش الرابع اللي حشتنا به احنا في الدورات الماضية نجيو مع السنغال وتزاير كل اللي عندنا نعطيه ونصبوه في المجموعات من بعد مع بوركينا والجماعة ما فماش البدن ما يجاوبش لعل فيها خير نرجع الكرة عن طريق غيلان نرجع الان لخير الترجي والكرة التونسية غدا ان شاء الله السي اس اس الاثنين الجاي ان شاء الله ليتوال في استاد بيتروسبور في القاهرة ويمشي جونيور لوكوزا جونيور لوكوزا يرجع جونيور اول مرة يعفسها في رادس جونيور قدام جمهور الترجي والكرة ترجع مرة اخرى عن طريق غيلان غيلان يخرج كرة والدفاع الدفاع امامك الارقام محاولات 6-5 نسبة توفيق غير عادية النجاعة احنا كورتين في الشبكة الاثنين والاشقاء بكورة جابها باهمبولا في الفيليه مباراة اقل فرص من ماتش الذهاب وهذه حقيقة الديربيات كل ماتش وتفاصيله ولقاء وجزئيات ترجع الكرة عن طريق فؤاد حداد وفي وسط الميدان في خطأ في خطأ لفريق ونادي الشباب القسنطيني خلنا اقل من 20 دقيقة لنهاية المباراة في استاد اللقاء هنا في استاد رادس مباراة قوية جدا على المستوى البدني مع ريتم عالي وعالي جدا تأخذ به الأندية خاصة المعنية بالمشاركات الإفريقية والعربية درجة رياضي يعني اليوم يوم 13 في 13 يوم هذه رابع مباراته في الشهر هذا رابع لقاء في الشهر إن شاء الله لاباس بالنسبة لغيلان الشعلالي وأيضا اللاعب الجزائري في اللقطة الأخيرة المباراة توصل دقيقة 75 غيلان يخرج لتلقي الإسعافات والمباراة تتواصل هذا طبعا احد اساطير الترجي الرياضي جيل الثمانينات المدافع الصلب عبد الحميد الكنزاري حذاري عودة التركيز مفروضة مطلوبة الان باش ما تصعبش الدقائق الاخيرة في المباراة ترجع كرة راسية دفاعية من الترجي الرياضي وترجع الكرة عن طريق البلايلي البلايلي سايب كرة يوسف يوسف البلايلي يوسف البلايلي باهي يدخل الوسط باهي برشا يعطي كرة ولكن الباس نقص الباس كان ضايع والكرة ترجع مرة أخرى نسبة الدقة في التمرير تتقارب من الجانبين والكرة قسنطينية كرة للشباب عن طريق باهامبولا لعب قلت محترف في الليغان في فرنسا وأيضا في الدوري الروماني الكونغولي الدولي ديلان باهامبولا صاحب هدف اليوم ارجع الكره للشباب القسنطيني عن طريق اسلام شحرور اسلام في وسط الميدان كره على اليمين يمشي بالكره ثلاثه حسن حسين بن عياده بالراس خطيره والحارس كره خطيره كانت من محمد امين عبيد وموجود رامي جريدي هذا هو محمد امين عبيد الراسيه الكرة كانت لو كانت أكثر قوة تكون يعني كادريك تكون اختيرة في مرمى الحارس رامي يرجع يوسف البلالي يوسف البلالي فنان سايب كرة ممتاز يا يوسف ممتاز يوسف البلالي يوسف البلالي خارج كرة جونيور كرة من لوكوزا والحارس كرة من الحارس المتألق حسام الليمان ترجع الكرة على خطا اليمين المسكيني واضح ان اللاعبين يعني على الصعيد البدني يا دوب
مباراة مش سهلة، مباراة ديربي، مباراة فيها برشا قوة، برشا صراعات، برشا ثنائيات، أجواء كبيرة برشا. أكيد الترجي باش يعمل تورنوفر في ماتش حملنف، يعني باش يعمل خليط آخر، هو مزيج آخر بين اثنين ثلاثة أساسيين وفريق الاحتياطي لمواجهة التحديات القادمة الأفريقية والمحلية. ثلاثة وجهات يلعب عليها فريق بسويقة، الدوري والكاس وكاس افريقيا. برافو الحكام على فكره، كلمه حق نور الدين جعفري ممتاز. هنا فما خطا للفريق الجزائري لكن اعطاها افونتاج لانه يعني الكره كانت جزائريه. كره اثنين ترجع كره من كولي والحكام يرجع الفاول. والورقه صفراء، ورقه صفراء على شمس الدين الذواتي. فما زوز ملاعبيه يلزم يرد بالهم اكثر من الناس الكل في قادم المشوار لعدم الغياب، هما كوليبالي وبن محمد. هما الان عندهم صفر انذار، ولكن لانه هذا الثنائي عوقب بمباراه ايقاف لزوز انذارات، نعرفوا قانون الاتحاد الافريقي اذا تعاود تاخذ زوز انذارات اخرين تتعاقب ماتشين مش واحد. وهنا الحسابات وهنا الخوف. الان دخلنا في المنعرج الحاسم من المباراه، بعد نرجع نحكي على المنعرج الحاسم البطوله. الترجي والتسيير اخر ربع ساعة من اجل المربع الذهبي الثاني عشر في تاريخ المكشخة في دوري الابطال، مع كرة خطيرة جزائرية، محاولة الانطلاق والجونيور بروح اسرار لوكوزا، والكرة في التماس. درجة كرة مرة أخرى على اليسار، كرة خطيرة على القائم الثاني، صعبة جدا من جهة بن عيادة، حسين بن عيادة من المرة الأولى لياب الظهير الأيمن الجناح بن عيادة، بن عيادة ما عديش بن محمد، والكرة ترجع السلامات للترجي الرياضي، كرة سهلة للحارس الرامي الجريدي، كرة ترجع الرامي، حارس اللي ربح يعني زوز بطولات أفريقية، واحدة بألوان السي اس اس، كأس الكونفدرالية 2013 و 2018 شامبيونز ليغ، و 2013 وين في لومباتشي ضد لو تو بويسون مازيمبي. ترجع الكرة على خطأ للفريق الجزائري، ترجع الكرة مرة أخرى باهامبولا، باهامبولا كرة عن طريق الحداد فؤاد، فؤاد يلعب يطول الكرة للاعب عبيد الطويل في القامة والمتميز على الكرة العالية، ترجع من يوسف البلالي، يوسف البلالي يمشي، يوسف البلالي يدخل وسط، يوسف البلالي، يوسف البلالي يرجع على اليسار لهوني، على اليمين شكون؟ يرجع بالكرة جونيور لوكوزا، كرة من جونيور، جونيور كان يلعب في الكولوار النيجيري، هداف الدوري النيجيري ب 18 هدف، ترجع كرة بن محمد، 80 دقيقة في المباراة، كرة من حمدو لهوني، حمدو تسير المباراة عن طريق البلالي. يوسف البلايلي، كرة من رامي الجريدي، رامي الجريدي كرة عن طريق الذوادي، كرة الثانية أخذها الفريق الجزائري. تراجع واضح الترجي الرياضي في آخر دقائق هذه المباراة، طبيعي جدا فريق يلعب الرابع مباراته في 13 يوم مع فريق بعد الهدف يعاود يفكسي الاوبجيكتيف نتاعو، يحاول يرجع، خطيرة والحارس رامي الجريدي وصعبة، والكرة مرت قريبة من تعادل قاتل قسنطينة. كانت كرة صعيبة برشا للشباب، كانت كرة صعيبة برشا من الشباب القسنطيني. هذه هي التوزيعة، هذه الكرة من رامي الجريدي، كانت كرة صعبة وصعبة جدا، المطالبة بركنية من الفريق الجزائري، كرة عرضية، هذه ارتباك برامي الجريدي، هو بن محمد وكرة كادت تؤول إلى ما لا يحمد عقباه. نعم هي ركنية، كانت ركنية لمحمد أمين عبيد. هو انذار لرامي الجريدي. احنا قلنا مباراة نحاولوا نسيروها من غير كروت. ورقة صفراء ثانية هذه المرة للحارس رامي الجريدي. بعد شمس الدين الذوادي رامي جريدي في كرتون. المباراة تتواصل على نتيجة 2-1 للترجي بمجموع 5-3 في مجموع استاد الشهيد حملاوي واليوم في رادس. 10 دقائق أخيرة في المباراة، لمسة يد على البلالي تقريب باستثناء كرة الأخيرة، يعني ما تأثرش على نتيجة المباراة، ركنية ما زفرهاش الحكم للمساعد، فأنه أعتقد أنه التحكيم المغربي ممتاز في هذا اللقاء.
لان الحكام اللي بقاو يعني ممكن في المربع الذهبي معروفين، بكري جاسما، باملاك تيسيما، فيكتور غوميز، ممكن احسن الحكام بعد باملاك الجنوب افريقي. نتصور هذا مش يكونوا ممكن حكام الادوار المتبقيه الاربعه في دوري ابطال افريقيا. جونيور لوكوزا، دور دفاعي ممتاز. جونيور، جونيور مع بامبولا يقاتل الكره، ترجع مره ثانيه اختير الفريق الجزائري مراوغة، عدى رد بالك تيح له، والكره ترجع مره اخرى صعبه، خرجت سلامات من المسكيني، يمشي المسكيني. مباراه صعيبه في الشوط الثاني، مره اخرى كره بعيده لحمد الهوني، تفوق واضح في هذه الدقائق، طبيعي جدا الفورسينج الاخير من فريق القسنطيني. بغيه العوده في المباراه، حذاري ترجع الكرة عن طريق ثلاثة، بن عيادة، بن عيادة يلعب الكرة، فؤاد حداد، فؤاد حداد، والكرة تمشي مرة أخرى بن شريفية، يركز على الكرات الطويلة بعد دخول محمد أمين عبيد. الفريق القسنطيني اللي عنده ضغط واضح الآن، صعوبات كبيرة، والكرة تمشي عن طريق بن عيادة، يوزع كرة وترجع من فرانكوم، ترجع من فرانكوم، هو التماس للشباب. نعرفوا الترجي استوفى تغييراته، تغيير اضطراري بخروج اليعقوبي ودخول كوم، ثم خل بقير، وبعد دخل جونيور، وهنا يدخل البلالي، والبلالي، البلالي المرتده، البلالي المساحات، يمشي يوسف البلالي، يوسف البلالي، خطأ، ورقه صفراء، خطأ وانذار على اللاعب حداد، فؤاد حداد، ورقه صفراء. هنا كانوا اثنين ضد اربعه، الانتقال من الحاله الدفاعيه للكونتر وللهجمه المرتده للترجي ما كانش سريع. الترجي الان يجاري في المباراة ويجاري هذا التفوق، باش يرتاحوا اكثر الاولاد اذا نوصلوا دقيقة 90 وسكور مازال 2-1، وقتها يلعب على الربح 100%، لان الترجي خايف ويلعب على ضمان التأهل، لانه نعرفوا لا قدر الله 2-2 في هذا التوقيت تولي مباراة اخرى وصعوبات اخرى. لذلك بالنسبة للترجي مهم جدا انه يقرب لدقيقة 90 وهو رابح، وقت ان شاء الله الاولاد يعرفوا بخبراتهم يسيروا نهايه الماتش. سلامات حداد، الكره لترجع للترجي في كره ثابته، الترجي سجل 5 اهداف في مرمى الشباب القسنطيني بين الذهاب والاياب، فيهم 4 من كره ثابته. والترجي سجل على 14 هدف في موسمه الافريقي، 5 فيهم ومنهم في اخر ربع ساعه. ان شاء الله الفينيش يكون مثل العادات. الثالث يؤتمن الانصار على التاهل بانتصار. مهم جدا مواصله ديناميكيه الانتصارات في هذه البطوله، خاصه لما تكون على ارضك. الترجي يلعب الان على الانتصار الخامس على التوالي في المسابقه، لانه ربح اورلاندو، ثم ربح حوريه، ثم مشى لزيمبابوي ربح بلاتينيوم، ثم الذهاب على السنافر، والان متقدم في الاياب. مهم جدا نكمل على النوت بوزيتيف يا بلايلي، النقطة الإيجابية. يمشي يوسف البلايلي، 5 ربح على التوالي في دوري الأبطال مع منافسين محترمين، أعتقد قل ونادر في تاريخ الترجي أنه 5 ربح ورا بعضهم، 3 في رادس و2 البر. حاليا هذه الإحصائية لم تكتمل، ما زالت تقريب تحتاج لتسعة دقائق أخرى من الجهد والبذل يا ترجي. الكرة عن طريق الهجوم لبلايلي، غيلان الشعلاني نعرفوه شوت مليح، ولكن هذه بشوتها البلايلي، يوسف البلايلي، يمشي يوسف البلايلي، يوسف البلايلي، وحط الكرة، والهدف الثالث للترجي الرياضي. فرانكوم، 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 الدبابة مرة من هنا، الدبابة مرة من هنا، خلاص الإحصائية مكتملة، والإحصائية مؤكدة، والحسابات صحيحة، 5 على 5 في 5 وخميس، هنا الكرة، هنا في السليم، يخرج فرانكوم في المتابعة، كرة على العارضة وراسية، وفرانكوم يسجل هدف جديد في البطولة الإفريقية. كوم سجل هدف على أورلاندو بيرات أو حورية كوناكري، واليوم يسجل في مرمى السنافر وقسنطينة. الترجي اليوم توب على المخالفات هذه، كرة من جول من بقير وطار بقير، والان يطير يوسف البلايلي العارضة والقائم، ترجع قدام فرانكوم بالراس، والهدف الثالث للترجي الرياضي التونسي. إذا رسميا الترجي
في النصف النهائي ضد مازيمبي. لم نشك لحظة حتى بعد هدف بعد هدفك يا بهامبولا. والترجي خامس انتصار على التوالي حقيقة في ثوب بطل مرة ثانية الترجي. ولكن ما ننساوش قيمة مازيمبي، قيمة سان داونز، قيمة الوداد. الوداد اللي منتصر ومتأهل بنتيجة كبيرة 4-0 على حورية. الكرة التونسية في النصف النهائي للكؤوس الإفريقية. أول أضلاحة الترجي الرياضي. إن شاء الله السي إس إس ليتوال. وعندنا ممثل آخر البنزرتي في قيادة الوداد. أنا قلت من فترة ممكن نهائي الترجي وداد في دوري الأبطال. الرئيس حامدي المدة باليوم السعيد جدا. الكرة مشات للدومي فينال في دوري الأبطال. والفولي مازالوا اليوم كي ربحوا بطولة تونس رقم 19 في تاريخهم. يعني الأسبوع هذا ما فزدوها كان ولاد اليد اللي خسروا ضد الأهلي المصري البارح في نصف نهائي مثير في وجدة المغربية كأس الكؤوس بعد وقت إضافي. وسيلعبون غدا على المركز الثالث في المقابل ممثلنا إن شاء الله ليتوال جيبها غدوة ضد فريق الأهلي في فاينل وجدة السبعة متاع الليل. يدخل بالجيلالي، يدخل بالجيلالي في دقيقة 88 والنتيجة 6-3 للترجي الرياضي. وصاحب شطر مش خاسر. قدور بالجيلالي يدخل بدل لعبد النور بالخير. ديربي مثير، ديربي حسابات، وديربي اهداف. ترجي 6 انتصارات وزوز تعادلات في مشوار الشامبيونز 2019. سجل 15 قبل 5. ربح 4 مباريات على ارضه بمجموع 9-1. سجل 9 كليبونت. والبرة الترجي الرياضي ربح زوز ماتشوات وتعادل في حورية اورلاندو بيرات اللي ماهم سهلين. وبالتالي اعتقد انه لحد الان نتيجة ممتازة. يمشي بالكرة فرصة الرابع. والترجي للرابع مرة واحدة في تاريخه الافريقي سجل رباعية على فريق جزائري. كان ضد الشناوة لمسيها 4-0 في المنزه 2011. كان اخر لقاء للترجي في ايام المنزه التاريخية على المستوى الافريقي بالجمهور. لانه لعب السنة الويكلو ضد بلاتينيوم اورلاندو ولكن ما غير جمهور. الدقيقة الأخيرة في المباراة. مبروك للترجي الرياضي التونسي النصف النهائي الافريقي. رقم 15 في تاريخه. معين 8 انتصارات في 11 ماتش في دوري الابطال. ما شاء الله الارقام تتكلم. ترجع الكره مره اخرى. انتصار الجداره تاهل للاستحقاق. الترجي في الدومي بامتياز. ويمشي فرانكوم مره اخرى. يمشي فرانكوم، فرانكوم فرصه الرباعيه. فرانكوم اذا واحد تحبوه يماركي الان الملايين اللي تحب الترجي الرياضي يقولوا له جونيور لوكوزا. ترجع الكره للترجي الرياضي. والكرة مرة أخرى عن طريق غيلان، غيلان الشعلالي. والكرة ترجع عن طريق قدور بالجلالي. يمشي قدور، قدور بالجلالي. والكرة ترجع لفرانكوم يا كبير. وفي خطأ يقول الحكم الجعفري. ماهيش واضحة برشا يا نور الدين. كرة ترجع للفريق الجزائري. الشقيقة الخضر في أتاك ولكن الكرة عند الحارس الرامي الجريدي. 3-1 نتيجة ممتازة. 27 أفريل الترجي مازيمبي في رادس. نطالب ب60,000 في استاد الأولمبي إن شاء الله. بينما الإياب سيكون في العشية في القائلة الساعتين متاع العشية. تعرفوا لو مازيمبي لو تي بي ديما يلعب ذاك هو وقته. ماضي الساعتين 4 ماي في لوبمباتشي ضد الفريق القوي لو تي بي اللي هو أكثر فريق ربح الشامبيونز ليج في العشر سنين الأخرى. ربح 3 مرات 2009 2010 و2015. الاهلي ربح 2، الوداد 1، الترجي 1، سان داونز 1، والوفاق الصيفي نصور الهضاب 1. ترجع الكرة مرة أخرى. جونيور باش يدخل في ديناميكية الماتشوات. معين يلزم يعاود يلعب مع حمام نمف في الدوري. أعتقد اللاعب هذا يلزم ياخو وقت اكثر باش يكون الحكم نهائي هو الصارم. باش ما يصيرش ممكن للترجي اللاعب السحري السري ماريغا. لاعب توا البارح بعد ماتش الشامبيونز ليج فان دايك الهولندي بتاع ليفربول قال لعبت مع مش بشر، قال لعبت مع وحش.
الاقوى مهاجم بدني لعب ضده، هو سجل 6 اهداف سنه في الشامبيونز ليج، حتى ميسي ورونالدو ما عملوهاش تقريب، سجل في 5-6 مباريات متتاليه في دوري الابطال. حذاري فرصه 3-1 ازين من 3-2، رد بالك ترجع بالراس، كره ترجع من توزيعه خطيره ومسكيني، 3-1 ديما اشب، والكره ترجع 4-1 عاد ما قال حد الحد، ترجع الكره مره اخرى. دقيقة ونصف المباراة 3-2 في استاد الشهيد حملاوي، أردفها الترجي بانتصار ثاني 3-1 في استاد الأولمبي في رادس في الضاحية الجنوبية، وبالتالي للمرة 13 الترجي ينتصر ذهابا وإيابا على منافس وفريق كان ربحه في الذهاب خارج الديار. 13 مرة في الكؤوس الإفريقية الترجي يربح لالي خارج تونس، في الرتور يربحهم 13 مباراة. إذا رسميا السيمي فاينال سان داونز الوداد، أو خليني نقول الوداد سان داونز، لأنه الذهاب في كازا وفي المغرب، والإياب سيكون في جوهانسبورغ، بينما الترجي مازيمبي الذهاب في استاد هذا والإياب سيكون في لوبومباتشي. وكرة خطيرة عطية بلالي، بلالي درجة كرة جونيور، أوه لوكوزا كان ممكن يفرح الآن العشاق جونيور، جمهور تحسوا أنه يحبوا سبحان الله، معناه نفوس جونيور لوكوزا ما لعبش اكثر من 200 دقيقة في الترجي، لكن الجمهور يدافع عليه، والجمهور شوف تفاعله مع اللقطة هذه. باهي المنافسة وقتها يبدا عندك هيثم الجويني مع الخنيسي النمبر 1 في الفريق وجونيور لوكوزا، تولي افضل، عندك حلول على مستوى البونتا. 12 مباراة افريقية رامي جريدي حارس المرمى، هزيمة واحدة اللي كانت ضد بريمير واغوستو في لواندا في القلعة 1-0 وقتها، هدف في الوقت القاتل، عوض الترجي في يوم الريمونتادا أولى في رادس 4-2 في 23 أكتوبر، وقتها تولد الفريق هذا والجمعية هذه أو المجموعة هذه. مبروك للترجي التونسي الانتصار بإقناع، الفريق بخبرات السنين وخبرة المواعيد الكبرى ينتصر ويتأهل بجدارة. ثنائية الطاير سعد بكير هدف فرانكوم يحقق للترجي الأمان، وسط مباراة وديربي خاوة خاوة كالعادة بين الأشقاء الخضورة قسنطينة، نتمنى لها التوفيق في قادم المواعيد والمنافسة من جديد في إفريقيا، فريق شرف الكرة الجزائرية حتما. والترجي التونسي الغول يواصل التقدم في أدغالك يا إفريقيا، هكذا هو الديربي التونسي الجزائري برهانه بقيمته بإثارته بحماسته بنتائجه، دائما ينتهي على هذا الشكل وبهذه الصورة المشرفة جدا للكرة المغاربية. مبروك معين، التألق من جديد، 14 انتصار 5 تعادل خسارة واحدة حصيلة 2019، استافي واصل عمله، الملاعبية تواصل تركيزها، والجمهور